صريمة وليس تكون أنك أنت عميل لها. الآن أنتم جزء منكم بقيتوا أملاء. أنا أتمنى من أخواننا الأريتريين والأثيوبيين المثقفين الموجودين في أمريكا وفي كندا وفي إستراليا الموضوع ده لازم تنظروا له بنظرة عين. البلد اللي أنتم اتربيتوا منها، البلد اللي أنتم أكلتوا منها، البلد اللي أنتم شربتوا ميتها، البلد اللي أنتم شفتوا الطيبة حقتها، البلد اللي حصدتوا منها وقدمتوا منها اللجوء وطلعتوا لبرا، هل أنه كان ما محترم منكم؟ هل أنه كان الشعب السوداني ما كان يحترمكم؟ هل أنه كان خليك من القانون، إحنا نتكلم في الشعب السوداني، خليك من القانون الدولي. هل أنتوا جيتوا قعدتوا الشعب السوداني رفضكم؟ المجتمع السوداني هل رفض الأثيوبيين؟ بس الحكومة جبرتكم؟ جبرت الناس؟ أبدا والله مستحيل. دماء من شيماتنا نحن كسودانيين، لكن للأسف من يتلطخ منكم أنتم ومن المصريين بنفس الكلام بالطيبة. يبقى أن الوقت الراهن لازم إحنا كلنا كشعب سوداني، إحنا كلنا كسلة وكلنا بورسودان وكلنا القطارف، كلنا شرك، كلنا حلايب وشلتين. وسامع الكلب ما بيسمى محمد حسني مبارك، والحسني مبارك سامع يتكلم ورد قال حلايب وشلتين مصريات بقانون أم 1800 كم؟ أقول لا أرقد تهت أرقد أنت والبرهان. إحنا ما في ذول بيلعب في أراضي السودانية، ويجب علينا كسودانيين نتوحد، ويجب على حكومة الثورة فورا دايرين 300 ألف جندي من الشرطة تكون في الحدود بيننا وبين أثيوبيا، ويجب على أخواننا القانونيين كلهم الآن تشكلوا لجنة بواسطة الأمم المتحدة، يجب حظر كل الناس الموجودة في كسلة، كلهم دايرين نحصرهم وهم مكتوبين وكشوفاتهم موجودة، وتتراجع الحكاية دي ونشوف الناس المبلبلين ديل. يجب كل الإنسان اللي بتثبت أنه من الحس إنسان القائم في الزوبعة دي هو أصلا جاي بحق جاي باللجوع، يجب يشيلوا جنسيته ويغادر الأراضي السودانية فورا. أريتريا واسعة، يتفضل طوالي من غير مطرود وتنزع جنسيتك بالقانون ما بالحرب. انت دي ما ارضك عشان تحارب فيها، دي الارض دي انت جيت او جدك او ابوك جاء من الحرب واستقبلتك، فيجب عليك انك انت تحترمها، يجب عليك انك انت تحترمها احترام كويس. بعدين القبائل المربوطه بين 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 اثيوبيا والسودان واسمر والسودان، شوف انت عندك ولد عمك هناك ماخذ جنسيه، يبقى ده معناته اثيوبي ما عنده علاقه معك هنا. الملف ده نحن بنحزمه بالمناسبة، لازم نحزمه. عشان كده إذا بقت في دولة حقيقية يجب علينا في حدود معينة لازم تتقفل بالسور، الحدود التشادية السودانية لحد أفريقيا الوسطى، ده يكون سور رسمي يتقفل، يكون فيها أربع بوابة وقلناها قبل كده. البوابة الشرقية تتقفل كلها بسور من البحر الأحمر لحد حدودنا مع دولة الجنوب، ده دايرين سور يتقفل، ما دايرين فيه منفس. سورة السودان العظيم احنا قادرين نحمي دولتنا وقادرين نعمل نفير، نبني الكلام ده نبنيه بسد، ما في زول يجي يخش، ده تخش بجوازك، ما في تداخل ساكن، ما في بجنسيته وجنسيتك دي، ما في، ما دايريننا نحن دولة انتو دولة، يجب الحدود كلها تتقفل، وده الكلام اللي هنسعى فيه. ولازم الناس تعمل شير ولايك، اللايف ده يصل قدام. بعدين الناس ما تنسى اليوتيوب، الله يبدأ أمانة إنت في رقبتك. يجب علينا كلنا كسودانيين لازم نعرف، لازم نجيب في وطننا، لازم نجيب في الوطن، الوطن ده لازم نجيب فيه. الآن كلنا كسلة، القضارف، البلد كلها في الشرك، كل المشاكل الموجودة في الشرك، ثلاثة أربع المشاكل الموجودة في الشرك، اللاجئين الموجودين أجوا من الشرك، أجوا من أثيوبيا ومن أسمرة. الآن كل المشاكل الموجودة هناك كلها بتجي من تفلتات من الناس الأصل أجوا سكنوا بواسطة المنظمة الدولية. يجب على الحكومة، حكومة الثورة، ويجب على السوار كلهم ننتبه من الحتة دي كويس، نكفل المنفذ ده تماما، لازم نكفل المنفذ، المنفذ ده لازم يتقفل عشان ما في تاني يكون في زول يجي يقول لك والله يا أخي نحن أصلاً دايرين نحرر السودان. انت ما بتحرر السودان، انت اريتري سوداني بالجنسيه، ما في مشكله، مرحب بك، اقعد عيش، ما بتنهبك القانون عداك، لكن ما قانون عداك انك انت تجي تحارب السودانيين. تعرف تحرر السودانيين من منو انت؟ السودان ده تحرر من منو؟ هل في زول ثاني جا داير يقضي السودان ولا انت؟ طيب انت ما جيت جايه؟
انت ما جيت جايه، جيت جايه، جيت من الحروب. انت كن مولود في السودان وابوك ذاته مولود في السودان، انت كن صغير وبتسمع في الرايف ده، ما معنى ان انا بسيعك وما بحترمك، لكن انت ما عندك حق انك تتحرر السودان. انت عايل لجنسيتك، عايل لجنسيتك. ما ممكن تجي دولة انت تجي من محل حروب والدولة تقعدك بالقانون وتديك جنسية وتعملك مواطن، الان انت داير تحرر من مواطن الاصلي، معناته انت كنت اصلا جاي عميل، انت كنت جاي عميل او جاي من جزر عميل، انت الان بقيت عميل. لا يمكن. فلازم ننتبه كلنا كسوار، لازم ننتبه من الكلام ده كويس عشان ما نمسك العصا من النص، امسكوا الكلام ده امسكوا دغري. عشان كده بقول لك اعمل شير ولايك. ويجب على النشطة ينتبهوا من الحتة دي كويس، ما في ذول يلعب بينا، ولا من دارفور ولا من شرق السودان، ده كل حسابات دقيقة جدا. ولا سلام جوبا الهسي ماشي، ده سلام بدات مسارات، ده هنتكلم فيه باتجاه تاني. هنتكلم فيه باتجاه تاني وهنشرحه لك في مواقع تانية إن شاء الله. الحل هنشرحه، لكن في وقت الراي خلينا نتكلم في كسلة. مشكلة بتاعت كسلة، مشكلة بتاعت جواسيس، والجواسيس ماخذين جنسيات سودانية وبواسطة أنهم جو نازحين، جو لاجئين في السودان. يجب عليه أنه يعرفوا الكلام ده كويس. ونرجع للقانون الدولي، أي زول بيحمل جنسية سودانية هو جاي في السودان ده أو أبو جاي في السودان ده بواسطة المنظمة الدولية وحس هو مشترك في المشاكل، ينزع منه الجنسية ويترحل فورا. ما دايرين فورا، لما ترحيله ده يتم يشيلوا منه الجنسية، يشيلوا منه تلفونه، يتجرب، يتحاسب ويتحاكم، يتحاكم هنا، يدفع الثمن هنا، ده 6 شهور أو سنة سنتين في السودان هنا، بعد ذاك ياخذ ادبيته، بعد ذاك يتفضل يطردوه يمشي دولته. يلا امشي هناك ان شاء الله يدخلوك في قزازه، ما عندنا معك شغله. دار تقعد بعدمك اقعد، انت جيت من بلد بتاعت حروب، القانون بيديك انك تقعد كأنت لاجئ، لكن ما بيديك انك انت كلاجئ تيجي تعمل ثوره على اصحاب الارض. انت جاي من حروب وتشترد وعنصريه، جريت من بلدك. يعني احنا في اوروبا هنا كسودانيين نقوم بثوره في فرنسا او في بلجيكا او في هولندا عشان نحررها من الفرنسيين حتى لو اخذنا الجنسيه؟ ده كلام ده تقدر تقول وين ده؟ ده قانون ده. ما بكره بيشيلوا منك الجنسيه ده ويقول لك جو. يبقى انك انت الان قاعد في كسله والقاعد بتتكلم في اللايفات انك انت ها عندك حق اللجوء وانت موجود وعندك جنسيه سودانيه، انت ما عندك حق انك تكون في منبر سوداني ابدا، ولا تكون في البرلمان، تكون عايش سوداني فقط. ما بتتمتع بالحسنات دي لانه انت مشبوح فيك، حتى جيتك مشبوحه. والان انت بتتكلم انك انت دار تحرر الشرك، دار تحرر الشرك من مونيكا، تحرر الشرك من اهل الشرك. الشرك ما للناس الشرك، الشرك للسودان كله، وحنموت في الشرك كلنا. كلنا حنموت في الشرك. احنا السودان ده اللي بيحبشوا حبش السودان كله، ظفر واحد جسم كله هيكورك، كلنا كشعب السودان حنكورك وحنجيب وقفة واحدة وحنجيب بالقانون. ما هنسيئك، هنحترمك، لكن هنحترمك بالقانون. واللي بيحصل الان في كسلة نفس الكلام. ويجب على الحكومة تتصور، مدام ودت الشرطة يجب اعتقال كل الادارات الاهلية الموجودة من كل اتجاهات، من اتجاهين لازم يعتقلوهم، يتم اعتقالهم فورا، لانه هم ديل جزء منهم اللي كانوا اللي استقبلوا السفير السعودي. كيفية انه عشائر بتاعت قبيلة يكون في سفير سعودي يمشي يستقبله او اي سفير اي دولة ثانية؟ يجب انه حتى السفارة السعودية تتحاسب وتطرد. احنا لو جينا للصح، لانه ده تدخل الان، مفروض تطرد السفارة السعودية. وانا عندي لها ملفات للسفارة السعودية، قلتها قبل كده في الملفات السرية بتاعت الامن الشعبي الامني، موجودة لحد يوم الليلة، دايرين دولة دي تثبت بس بنطلع عليكم.
لحد هسه بتكلم موجوده موجوده لحد هسه. التعامل السفاره السعوديه الموجوده في السودان تعاملها من 2005 لحد 2014 اي اشاره عندنا موجوده، وكلام ده احنا قلناه قبل كده وهسه بنقوله، ما تلعبوا ما تلعبوا. وتكلمنا في الملفات السريه بتاعت الامن الشعبي الامني، قلنا دارين دوله تكون دوله حقيقيه ونسلم الملفات السريه. هاي نحن بنحترم المنظومه الدوليه وبنحترم كل العلاقات وبنحترم كل شيء، عشان كده ما طلعنا الحاجات دي برا. وقبل كده بتعرفوا كويس انتوا المخابرات السعوديه، انا طلعت ورقه واحده خطيت لكم في صفحتين قاعده هسه في الصفحه اللي بتكلم بها بتاعت صفحتين بتاعت حامد ياقوب هذا. امشوا فتشوها كويس. 2019 طلعت لكم وثيقه مختومه من داخل السفاره السعوديه وبتخاطب الملك عبد العزيز رأسا، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. ما تلعبوا. وبنقول للسفاره الاريتريه وللسفاره الاثيوبيه ولأبي احمد اتلمى قبل ما نقوم نلمك. برضو الكلام ده خطه في راسك كويس، خطه في راسك كويس. الجواسيس ما ينفع، اي جاسوس موجود في كسلة يتم قبضه، اي زول بيتكلم في الثورة بتاعت كسلة دي بيجوط فيها وداير هو يحررها وهو من الناس الاصلا من اللاجئين يجب احتقاله فورا، وتنزع منه الجنسية ويضع في السجن سنة سنة ونص ويترحل، لانه اصلا ده ما جاء عشان هو عنده مشاكل من بلده، لا ده جاء جاسوس. يجب على الشعب السوداني يعرف الكلام ده كويس، ويجب عليك انت تشير اللايف ده. احنا الليله ما حنقدر نعمل لايف، عملناه بدري، لكن اذا بقي في العمر بقيه بكره حنعمل لايف، حنتكلم فيه في الموضوع ده وحنشرح حاجات بعيده جدا بالمناسبه. يجب علينا كلنا نعرف ان الوطن في حدقات العيون يا جماعه، لازم نقف مع حنا في كسله، لازم نقف مع حنا في كسله، ونجيب معنا بتاعنا السيول والامطار. الان كل البلد قرقان، بالذات ناس الجنينه قرقانين وناس الشرق قرقانين وناس الوسط ناس قرقانه مويه، حق الاكل ما لاقينه. واياك ثم اياك يا ثوري تخوض يدك مع المجلس العسكري، لسه ما سقطت وانتوا عارفين الكلام ده كويس. ابقوا كتار دارين منكم الشير واللايك عبر اليوتيوب. قال اسكت انت مريض نفسي، طيب انت جاي ليه؟ ها؟ محمد، محمد عثمان انت جاي ليه؟ قبل ما نختم اللايف الرسالة الأخيرة بنقولها لحكومة الثورة، يجب على الحكومة بتاعت الثورة تشكل مجلس تحقيق في مشاكل كسلة، وأي إنسان في كسلة وفي بورسودان ماخذ لجوء إنساني لجوء سياسي أخذ جنسية بواسطة اللجوء والآن هو في كسلة أو في بورسودان أو في القطارف بشكل خطورة، يجب أن ننزع منه الجنسية ويسلم لبلده. ده المطب شعبه ونطلع له ملياري عديل عديل. دار تخرب امشي اخرب بلدك هناك، البلد اللي عدتك الجنسيه واللي احترمتك وعلمتك مفروض تحترمها، مفروض تحترمها، يجب عليك تحترمها. والسودان في حدقات العيون. قال انت ابي تشادي، والتشاد شنو؟ أنا أسد أفريقيا، أعرف الكلام ده ولا ما أعرفه أنت؟ عبد القادر، عبد القادر لك التحية، أنا أسد أفريقيا يا أخوي. قاعد في أي دولة أفريقية؟ أسد أفريقيا، عارفه؟
ما احنا ما في زول بيتحدانا في افريقيا دي خالص، نهائي نهائي ما في الا التراب. عشان كده ما تتكلم زي تحياتنا لكم كثير، ابو كتار شير ولايك وصلوا الرساله. السلام عليكم ورحمه الله.